يقول: نذرت نذرا لرجل فصل من العمل، فقلت: إن عدت إلى عملك فلك ذبيحة. وعندما عاد أبلغته بذلك لكنه اعتذر، هل يجوز لي أن أفي بالنذر من غير حضوره؟ هذا النذر نذر مباح، نذر فعل مباح، تخير بين فعله وبين صيام ثلاثة أيام كفارة يمين، بين فعله تنفيذ النذر ذبح الشاة والدعوة إليها، أو أنك تكفر كفارة يمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فإنك تصوم 3 أيام. نعم.